هو السمك بيبان، جوده السمك نفسها بتبان. يعني مع احترامي ليك ده يعني مزارع، يعني لما بتفتح الخياشيم كده المفروض بتبين لنا ايه، او عايز تبين للزبون ايه؟ للزبون ان هي صاحيه. ما هو في مزارع بتبقى سمك شنقان، سمك الشنقان ده بيبقى زي لا مؤاخذه انا اسف الفراخ الميته، سمك ملحوظ، تلاقي النقشوش بتاعه من جوه ابيض خالص وطينه، طينه كله طينه. ده ما تفرقيش انت وانت بتاكلي ما تفرقوش عن بتاع الكنال، بس هي قصه ثقه وامانه، فاهمه؟ فاحنا الزبون بنعرفه ده مزارع ميه مالحه، بس انت كهتاكلي كزبونه مش هتفرقي بين ده وبين بتاع الكنال. ليه بقى؟ ان المزارع كلها مش شبه بعضها، في مزارع نظيفه وفي مزارع اسكندهان. تمام. دي صوبيا بقى صاحيه، صاحيه صاحيه بجد، مش صاحيه كلام يعني. بعدين احنا ما بنحطهاش في ميه، في ناس بتحطها في ميه بتفرق النص بالنص. صوبيا صاحيه لسه فيها الروح ما شاء الله. بس ليه الثانيه غامقه قوي كده؟ لا هي دي صوبيا بتاعت فلاج بتاعتنا، صاحيه كلها، صاحيه كلها، صاحيه كلها، لسه صوبيا صاحيه. بص حط ايدك كده كلها صاحيه. ازاي افرقها عن المجمده؟ لا المجمده مش هتلاقيها بالشكل ده خالص، مع احترامي ليكي مش هتلاقي فيها الوان الطيف دي، مش هتلاقي انها صاحيه كده، فاهمه؟ بكامل. ان في ناس بتجيب المجمده برضو وشويه حبر ويحبروها، لكن دي جايه كده، دي كلها بسم الله ما شاء الله. بص العين الصبيه نفسها اصلا، بص العين الصبيه، وبص الوان الطيف اللي فيها، بص الوان الطيف. المجمده مش بتبقى كده، عمرها ما هتدي معاك الشكل ده خالص، عمرها ما هتدي معاك. وتلاقي الجسم من فوق مخطط كده، الجسم من فوق تحس ان هي ايه، زي كراسه ومتقلمه كده. دي بتاعتنا هم اصلا، اول عن اخر دول اللي جايين برضه. عامل كام بقى؟ كيلو دي كام؟ دي 370. عشان مش شارب ميه برضه، خلي بالك عشان في ناس بتحطها في ميه، يعني فاهمه؟ في ناس بتحطها في ميه بتفرق النص بالنص. معايا في الميزان طبعا، بس احنا في ربنا يعني، فاهمه؟ ربنا يبارك. ميه ابيع ب 330، ابيع ب 300 اكسب احسن من 370 لو اتحطت في ميه، لو باتت في ميه يعني. انا اقول للناس انها ما تفرحش بالسعر القليل بس، بالظبط كده، ان هي لو اتحطت في ميه، معلش مع احترامي ليكي يعني، دي لو حطيناها على الميزان دلوقتي مثلا، مثلا عامله نص كيلو بقيتنا احنا في ميه، ثاني يوم هاجي الاقيها كيلو الا ربع على طول. والله فانا الربع كيلو ده حرام، حتى لو قللت في السعر انت كسبان اكتر. كسبان طبعا، بس في ربنا. بس 70 جنيه هنعمل بالله، 70 جنيه ده شخرم بقى، ده اكل السوايسه ده بقى، ده بتاع الفلاك الجميل ده. ده 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 ده, ده الحلويات، ده بالنسبه لنا الحلويات. الشخرم ده جميل، شوي قلي، شوي بالرده والدقه، حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه تفتح النفس. طعمه مميز جدا، جدا جدا. الشخرم ده اكل السوايسه يا باشا، حاجه بسم الله ما شاء الله يعني، احنا بناكل منه يعني. الشخرم ده عامل 100، بس هي القصه من اليومين دول، انا هقول لك انا على حاجه، ما انا جاي لك في الكلام ده. شخرم بتاع فلاك ابو دماغ سودا ده، بتاع العقر ده، ده اعلى شخرم تكليف السويس. وحاجه ثانيه، احنا اليومين دول عرض وطلب. صح، فانا مفيش زيت بالظبط كده، عرض وطلب، عرض وطلب. شويه الجمبري دول بسم الله ما شاء الله برضو صحيين وفريش وطعمهم حاجه بسم الله ما شاء الله، زي ما انت شايف كده قدام عينك. جمبريتين صحيين دول، الجمبري ده ب 320، احنا بنبيعه ب 350، يعني هو رينج من 350 ل 320. هو بيطلع ساعات ب 300، ساعات بيطلع ب 320 على حسب يعني. النهارده طلع ده بلدي سويسي بتاعنا، مستورد بيقول عليه مستورد، المزارع بيقول عليها مزارع، اللي هي بتبقى ثقه وامانه. بس ربنا يبارك لك يا رب. دي كابوريا دكر بس سبيشال، حاجه محترمه. كابوريا بالذات خلي بالك، مش اي حد تجيب منه كابوريا. كابوريا دي اي واحده تعجبك اكسريها. ثواني مع احترامي ليك كده، انا هوريك حاجه صغيره بس. دي كابوريا بتاعتنا بالواحده بالمتر. وحاجه ثانيه ليك وللزبون، دي اي واحده اعمل كده برضه، مليانه. هوريكي بس حاجه صغيره بس، ما شاء الله ده كله لحم. ليه لو مش طازه بتاكلها عينيا؟ لو مش طازه مش عارف احطها في بقي. دي سويسي بتاعتنا، وحاجه بسم الله ما شاء الله. اخوك ابو سليم، ثقه ثم ثقه ثم جوده ثم جوده. اي واحده تعجبك اكسريها كلها. جميله، انا اكلتها قدام منك وقدام الزبون. ليه بقى؟ عشان طازه وبتاعتنا سويسي. بكام الكيلو؟ كام الكيلو فيها؟ كابوريا دي ب 100. حلوه جميله، بس حاجه بسم الله ما شاء الله. دي كام وحده سردينه على كام وحده باغه؟ تشكيله كده على وحدتين سجان. تشكيله. سمك نظيف برضه، سمك بتاع فلاك، تشكيله جايه في قلب السمك على واحده بربوني. الحلو بالعين، الحلو بالعين، وخليها على الله.
ونعم بالله. والله عندك تشكيله بجد حلوه والجوده بصراحه كويسه جدا، وربنا يوسع عليك ويجعل المكان الجديد ده وش خير ان شاء الله. بشكرك جدا، شكرا يا وسيم، الله يخليك. بشكركم جدا لحسن المتابعه، ان شاء الله انتظروني بفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.